من اتحاد الحراش وضغط ليشير على ما يبدو لسجل أول هدف في مرمى نصر حسين داي بعد طبعا تدخل موفق للحارس هذا الشاب بن هاني عبد الرؤوف، وفرحة كبيرة لعناصر وأنصار فريق اتحاد الحراش بهذا الهدف الذي جاء طبعا في دقائق كثيرة يعني من المقابلة. يشير الذي كان خطيرا جدا، تابع الكرة متابعة جيدة وشوف توفيق تابع الكرة كان يعني كنا سبقنا الأحداث، وكنا إذا كان هدف راح يكون عن طريق كرة ثابتة. والحراش يعني هنا كان اللاعب يشير اللي كان من أحسن اللاعبين، وبالتالي إذا كان اللاعبين تاع اتحاد الحراش كانوا واصلوا مع اللقطة وقربوا نقول أين هم المدافعين تاع نصر حسين داي. ودرارجة دخول درارجة في الوقت طبعا البطل الضائع 90